ان العمل ده ما هوش عمل عسكري مقصود او كان عبارة عن مسرحية لوقتها؟ كنت متوقع ده؟ لا، انا شخصيا لا، انا تعلمت في الكلية العسكرية وفي كلية الاركان والدورات الاخرى التي ما وراء كلية الاركان انني لا اصدق بنظرية المؤامرة، يعني الذي اسمعه لا اصدق به، الذي اقرأه اصدق بنصفه، الذي اراه بعيني صدقه كله بقى أشك فيه. يعني اللي أنت بتسمعه؟ نعم. هم علموك كده في الكلية؟ نعم. تقول؟ نعم. اللي أنت بتسمعه إيه؟ يعني لا أصدقه. ما تسمعه لا تصدقه. ما تقرأه تصدق نصفه. نصفه. ما تراه؟ ما أراه أشك به. يا سلام. إلى أن أصل إلى حقيقة إلى قناعة يعني. أنا لحد الآن يعني هذه الأمور التي تحكى أو تطرح أنه اتفاق وإيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكيون كانوا يعرفون أن قاعدة عين الأسد وقاعدة أربيل ستقصفان، ولذلك أخلوا أو على الأقل أخفوا جنودهم في أماكن محصنة، ولذلك لا أؤمن بهكذا أمور. أنا أؤمن مثلا بأن الصواريخ لم تكن دقيقة، وهي حقيقة غير دقيقة. نحن جربنا في الثمانينيات في أثناء الحرب العراقية الإيرانية بما يسمى حرب المدن، ربما 50 أو 60 صاروخ إيراني استهدفت بغداد وكركوك والموصل وأماكن أخرى، يعني لم في بغداد، في بغداد حيث القصر الجمهوري ورئاسة الديوان، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة أركان الجيش، وزارة الدفاع، لم يسقط ولا صاروخ على أي هدف مهم. طيب يعني أنت عايز تقول من خبرتك العسكرية أن إيران كانت بترد بعمل عسكري فعلا، ولم تكن نحن لم نكن أمام مسرحية؟ نعم حقيقة هذا واقع الحال يعني. يبقى إيران فاشل عسكريا يعني من الناحية التكنولوجية لا زالت غير متقدمة.